جوتيريز المركز ال11 والمركز 12. صراحة ما ماني حابب أقولها أيمن، ولكن فريق الويليامز مرة تانية أخطأوا باستراتيجي. لماذا ما صعد إطارات ألترا سوفت؟ يعني على توقف مرة أخرى، يعني ما رح يدخل بالنقاط على الأرجح، ليش؟ وسيباستيان فتل يتقدم على دانييل كفيات إلى المركز الخامس. بنشوف الإعادة مرة أخرى للتجاوز، يعني وكأنه تجاوز بطريقة سهلة. خليل بن شايف ما تعبش فيها كتير قد ما تعب ماكس فيرستابن، ولكن طبعا الظروف مختلفة والإطارات وكذا وعبر الإطارات، إنما برضو يعني ما كانتش بصعوبة أبدا. بعتقد أيضا كفيات عنده راديو بيقول له إنه معركتك مع فاتل مختلفة، يعني ما بعتقد عم ينافس على نفس المركز. شر فاتل أنت مخرجه قبل كده. بعتقد إنه كفيات وفاتل سيتوقفوا مرة أخرى على نفس استراتيجي، بس كفيات إطاراته انتهت 20 لفة على إطارات السوبر سوفت مع كفيات. إطارات لوك شوف ده بعد، شوف الفارق. إطارات كفيات حاليا انتهت كليا، ولكن فاتل رائع بالفعل. يعني الستينت الحالي اللي عم بيعمله فاتل خرافي، أسرع سائق طوال الوقت عم بيقوم بعمل رائع سيباستيان فاتل. في الأمام روزبرغ إلى دانيال ريتشاردو 5 ثواني، كيمي خلف ريتشاردو 6 ثواني، وهاملتون خلف رايكرن ب6 ثواني تقريبا. حاليا السباق بحاجة لسيفتي كار. شوف تجاوز فيليبي ماسا، تجاوز جميل على السيفتي كار، أمن الأربعة الأوائل كده بالإطارات الجديدة اللي معهم. لو يتوقفوا مرة أخرى مش هتفرق معهم، لو في سيفتي كار بتقربهم على بعض، يعني ما حدش هيقدر يتجاوز. ما اعتقدش يعني السيفتي كار هيفرق بعد كده بالمراكز. اعتقد السيفتي كار اتاخرت شويه، مش هيكون لها تاثير اللي كنا بنتوقعه طالما ان الكل خلص البيت ستوبس. واستيفان جوتيريز بيت ستوب، كان عندنا امل انه يسجل نقطه ولا اثنين، لكن شكلها جوتيريز سباق اخر بدون اي نقاط. فيرستابن حاليا، وهون انسحاب فالتيري بوتس، كان من الواضح في مشكلة بسيارة فالتيري، وصفعة أخرى لفريق ويليامز بمعركتهم مع فورس إنديا. غريبة جدا استراتيجي فيليبي ماسا، غريبة، أنا بلاقيها غريبة جدا. طبعا هنا عندنا اثنين مواتير رونو الجديدة المعدلة، مركز السابع، وماكس فيرستابن مركز الثامن. ماجنسن 19 لفة على السوبر سوفت، هيتوقف احتمال يخرج خارج النقاط هو الأخطر كمان بعد البيت ستوب. فرناندو فيرستابن مرة أخرى بالليت بريك، كان قريب جدا من سيارة الرينو. بعدين ماكس 9 لفات على السوبر سوفت، وكمان أعتقد أنه هيحاول شوية وبعد كده خلاص، إلا ما يحصل يعني التاريخ يعيد نفسه معاه، نفس اللي حصل معاه قبل كده مع كفيات، أهلك إطاراته في متابعة سيارة أخرى. فريق الرينو لسه بننتظر، هو أعتقد اللي متحكم إلى حد كبير في سوق الانتقالات في الوقت الراهن. لم يعلن بعد عن هوية سيقاه في العام المقبل، وهنا بنشوف العريس للأسف يعني تزوج في الأسبوع الماضي فالتيري بوتس، وسباقه ده النهاردة على فكرة كمان السباق رقم 200 لروسبرغ. فيرستابن بيت ستوب الان، فيرستابن مع الدي ار اس من الداخل على ماجنسن، تجاوز جميل عند المنعطف الاول، وحاليا الحلبة سامحة امام فيرستابن لا يضغط بشكل كبير، لانه الفارق بينه وبين فيرستابن 16 ثانية، وعلى فيتل يتوقف مرة اخرى، وعلى فيرستابن غالبا هيتوقف. صحيح، هو المركز الخامس على الارجح لصالح فرناندو الونسو اذا قدر يعمل ستنت جيد على اطارات السوفت. معركة المكلارن مع التورو روسو، على فكرة مكلارن 48 نقطة في المركز السادس، تورو روسو ب 45 نقطة، هتفرق كتير قوي مع فرناندو ألونسو اليوم إذا تفوق على كفيات وساينز اللي في اللحظة خارج النقاط الاثنين. أما جانسن باتن فما زال في مركز ال 15. يمكن تسنح لنا فرصة قبل نهاية السباق، فاستخدم كل القوة المتوفرة. الفوارق نفسها بين روزبرغ، ريكاردو، رايكونون وهاملتون،
نفس الفارق 5 ثواني بين كل سائق واخر بصداره السباق حاليا. هنا تصور لنقاط بطوله العالم اذا استمر السباق روسبرغ ريتشارد ورايكونن هاملتون. روسبرغ يتصدر بطوله العالم بفرق 11 نقطه عن لويس هاملتون. ريتشارد بيعزز المركز الثالث امام فتل وكيمي رايكونن يقترب كثيرا من فتل والفارق يكون نقطتين. انما ده تصور فقط لو انتهى السباق بهذا الترتيب. هنغير الاستراتيجي بيقول لويس هاملتون. سنتبع البلان او الخطه باء. حاول ان تضغط وتقترب اكثر من كيمي رايكونن وكيفن ماجنسون بيت ستوب الان. هل ما هي البلان بي؟ باي اطارات سيعود وسيتوقف مره اخرى وتوقف طويل؟ مشوار خمس صعب خمس ثواني. هو هل لدي مكابح جيده ليضغط عليها من هلا لنهايه السباق؟ هنا سؤال اخر، ولكن اكيد الفريق راى انه المكابح حالها افضل وفيهم يضغطوا. اللي عم بيساعد لويس هاملتون انه مكابحه افضل حاليا انه ما في سيارات امامه على ارض الحلبه. عندما كل السيارات اللي امامه الثلاثه اللي امامه نفس طريق نفس الاطارات نفس النوع وتقريبا نفس العمر. خمس لفات سوفت روسبرغ، سته ريتشاردو، خمسه رايكونن، اربعه هاملتون. مش فارقه كتير. ويكند للنسيان للويس هاملتون. تخيل انت انه زميلك بالفريق عم بيفوز بالسباق، انت بالمركز الرابع، صداره بطوله العالم تذهب بين يديك. لا، واللي اثرت فيه اكثر واكثر ان فرق 17 من الثانيه في الكواليفاينج امس، هو روسبرغ انهى الويك اند من امس من الكواليفاينج. ولكن ما زال عندنا لفات طويله من السباق، خلينا ننتظر 21 لفه لنتاكد في حائط. ولكن بس ما في اثنين بيقولوا انه مش روسبرغ يستحقها لانه حتى الان يقوم بعمل رائع نيكو روسبرغ. خروج بسيط على او صعود بسيط على الكيربس وبأثروا كثير على السياره لانه لما تلتطم فيهم السياره ارضيه السياره بتحط. وهاملتون طاير، هاملتون دقيقه 49 263 طاير لويس هاملتون حاليا على ارض الحلبه. استجاب للتعليمات حاليا. اللفة الأخيرة ريكاردو بيقلص الفارق على روزبرغ ب 17 من الثانية، ولكن ما زال الفارق 4 ثواني. روزبرغ عم بيحافظ على المكابح، على الإطارات، على كل شيء. زميل روزبرغ أمامنا على يضغط قدر المستطاع كواليفاينج لابس ليقترب من كيمي رايكونن، لأنه فريق المرسيدس عم بيفكر باستراتيجي مختلفة ليحاولوا يرجعوا يكسبوا المركز الثالث. الرقم القياسي اسرع لف في الحلبه مسجل 2013 سيباستيان فاتل 48574، ولكن حدث تعديل للحلبه. هي لا طالت ولا قصرت، هي اختلفت شويه عند المنحنى ما بين 10 و11 و12 فاصبحت اسرع شويه الحلبه، وبالتالي ممكن نفترض ان الرقم اللي اتسجل حاليا او اسرع لفه في السباق اليوم هتكون رقم قياسي جديد على اساس ان الحلبه مختلفه. السنه اللي فاتت احنا اسرع من السنه اللي فاتت في كل الحالات، لان كنا دقيقه 50 41 على الف دانيال ريتشاردو، والان دقيقه 49 2. لويس هاملتون الاسرع مره اخرى حاليا على ارض الحلبه، سيقلص الفارق الى اقل من 4 ثواني ونصف. الفارق بينزل ل 4 ثواني بينه وبين كيمي رايكونن. ما هو البلان بي؟ ما بدنا ننسى في 30 ثانيه بالبيت، مع انه في بلان بي، ولكن فريق المرسيدس بده يفكر رح يضيعوا 30 ثانيه بمنطقه الحظائر اذا رح يتوقفوا مره اخرى مع هاملتون. اذا وصل لويس هاملتون الى كيمي رايكونن بدون شك مش هتكون مهمه سهله ابدا محاوله استعاده المركز الثالث. مرة أخرى لويس هاملتون أسرع من كيمي ب 20 من الثانية بالمقطع الأول، عم بيقلص الفارق بكل سكتر 20 ل 13 من الثانية لويس هاملتون، ولكن على سيارة يتجاوز سيارة رينو أمامه، ولكن في أعلان زرقاء أكيد لهذه السيارة. وهنا نشوف بيفتح له المجال. الغريب شوية يمكن دانيال ريتشاردو إنه ما بدأش يعني يشيل هجوم كبير أو إن هو يسرع من الوتيرة أوي. الفارق مورو لس ثابت عند الا ان هو ده الماكسيم اللي موجود. ممكن لانه ما تنسى انه سياره المرسيدس اسرع. عندك 20 13 من الثانيه ما زالت المرسيدس اسرع هناك.
الفارق ما زال 4 ثواني بين هاملتون ورايكونن بعد ما أضاع بعض الوقت هاملتون خلف سيارة الرينو هنا كيمي رايكونن سيباستيان فاتل حاليا بالمركز الخامس 16 لفة للأسف لسه آخر 16 لفة عامل على إطارات الألترا سوفت وبصراحة عم بيدور بالدقيقة 50-8 على 16 لفة ألترا سوفت رائع سيباستيان فاتل نظريا بيت ستوب آخر لسيباستيان فاتل يعود من بعده في المركز السادس يعود خلف فيرستابن غالبا وأمام ألونسو غالبا لكن إطاراته سيكون أفضل لفاتل بنهاية السباق يقدر يتجاوز ولا الإنصارات صعبة اللي قدامه كمان هتكون لويس هاملتون بيقلص الفرق لثلاث ثواني وثلاث عشر من رايكونن الكل بانتظار ومعرفة ما هو البلان بي لأنه إطارات هاملتون سينتهي يعني اللي احنا شايفينه من هاملتون الآن أنا أفضل الفورمولا تكون بهذا الشكل يعني السيارات بتبطأ وكذا عشان الإطارات مش جيدة علشان فيول مانجمنت علشان ياريت لو يتركوا السيارات والساق يطلع على الماكسيمم من أول السباق الأخر كانت تبقى أحلى بكتير الفورمولا بصراحة كله ادي ماكسيمم الأخر مفيش حاجة بتعيق مفيش حاجة تبطأ لا ننتظر إنما فيول سيفينج مود والإطارات قربت تنتهي وكل الأمور دي ريكاردو is 4.3 اوكي مش عايز حد يتكلم مع روسبرغ بيخبروا ان ريتشاردو على بعد 4 ثواني وثلاثة دونت تيل مي ذات هو فعلا ما وفي ناس بتفضل كده انا مركز في السباق طالع الماكسيمم مش فارقه معايا اللي ورايا قريب بعيد انا مدي الماكسيمم في كل حال بالاحوال انا بعتقد بالنسبه لروسبرغ على حلبة شوارع متهيألي يترك التركيز طالما ما في مشكله بالسياره اتركوني كود سباقي وهذا اللي طلبه بالنسبة للسيارات والموسم المقبل ما ننسى القوانين كلها ستتغير سيارات ستكون أسرع إطارات أعرض يعني هو ده اللي مطلوب إن السيارة تكون أقوى من السائق ريو فيرديناند صح اسمه لاعب الفوتبول السابق عند مانشستر يونايتد ريو فيرديناند موجود بجراجات الويليامز أو مش بقلب الجراجات بهوسبيتاليتي فريق الويليامز ولويس هاملتون ما زال الفارق بينه وبين رايكونن 3 ثواني وعشر من الثانية فاتل بيت ستوب فاتل معركته مع ألونسو على المركز الخامس وفيرستابن طبعا خلف المفروض فاتل يعود أمام سيباستيان أمام فرناندو وألترا سوفت هذا المفروض يعملوا فريق الفراري عندهم 17 عندهم ثلاث مجموعات من الألترا سوفت سيكون سريع جدا حتى نهاية السباق 18 لفة ألترا سوفت أكيد بيعملها هو عمل 18 لفة حاليا عليهم فين ألونسو برافو الفراري برافو فريق الفراري أمام ألونسو استراتيجي رائعة من الفراري وسيكون سريع حتى نهاية السباق برافو فريق الفراري هل هو البلان بي الخايفين منه المرسيدس من فاتل نهاية السباق ممكن يكون هو عاد خلف ألونسو أو أمام ألونسو لا أمام ألونسو ممكن الاستراتيجي البلان بي متخوفين من فاتل أو فيرستابن فاتل هيكون بطيء في آخر السباق كمان ما أعتقدش يعني شكلها كده الأمور تحت ظروف طبيعية محسومة الست مراكز السبع مراكز الأولى كمان كلها إلى حد كبير محسومة ستة يعني لسه بيريز عنده معركة مع فرناندو ألونسو فرق ثانيتين واثنين من عشرة ولكن عنده معركة مع إطاراته بيريز هل بيقدر ينهي السباق عليهم ولا لا؟ خبر الفريق إنه مش قادر يكمل فيليب ماسا طبعا 14 لفة على الترا سوفت وفاضل كتير من السباق هيكون عنده بيت ستوب في المركز التاسع انا رح لك بعد عدد من اللفات رح نشوف معركة جميلة بين فاتل و بعيد قوي بس اوكي تراي كيمي رايكونن انت اسرع من دانيال ريتشاردو امامك ولكن ريكاردو رد عليه دغري هذا الراديو متاخر لفه ريكاردو حاليا اسرع بنصف ثانيه من رايكونن ريكاردو ايضا عم بيحافظ على اطاراته اول ثلاث سائقين عم بيحافظ اول سائقين روزبرغ وريكاردو عليهم محافظه على اطاراته المكابح ولكن فاتل عنده معركه مع فيرستابن و اذا هاملتون رح يتوقف مره اخرى فرصه لفاتل يخطف المركز من هاملتون انا بعتقد البلان بي هو خوفا من فاتل فريق المرسيدس لها سبب طلبوا منه يضغط بعيد قوي خليل
بعيد جدا. ولكن سيتوقف هاملتون، طلب منه الفريق يضغط على الإطارات، يعني بلان بي، يعني ممكن يكون في توقف لهاملتون، ممكن أكيد عم بقول، ولكن شو هو البلان بي؟ خليها مفاجأة أكيد، خليها خلينا نشوف إيه اللي هيحصل. وفيليب ماسا بيت ستوب، يعني البيت ستوب ده كده بنسبة كبيرة جدا خلاص يخرج ماسا برا النقاط، وتتفوق الفورس انديا مبدئيا على الويليامز. ما يمكن يتوقف، ما يمكن بيريز يتوقف، يمكن خسارة كبيرة للفريق اليوم، يعني عندك بوتس وهالكنبرغ خرجوا دون نقاط. تؤجل المعركة للسباق المقبل، ماليزيا هيكون السباق المقبل ان شاء الله بعد اسبوعين. ولويس هاملتون بينزل الفارق لثانيتين بينه وبين كيمي رايكونن بانتظار معرفة ما هي استراتيجي سيتبعها فريق المرسيدس. وخلف هاملتون على ارض الحلبة حاليا فيشتابن بالمركز الخامس، ولكن فيشتابن على الارجح سيتوقف مرة اخرى لانه عمر اطاراته على السوبر سوفت 16 لفة. فتل طاير، فتل بيسجل اسرع مقطع اول، اسرع مقطع ثاني وبفارق كبير عن الاخرين. فتل يتجه للدقيقه 48 على الارجح. الترا سوفت جداد، استراتيجي رائعه من فيراري، خفيفه بس برافو على فيراري، استراتيجي رائعه على سائق انطلق من اخر من نهايه من من الخانه الاخيره. انما لويس هاملتون هو الخطر على كيمي، الفارق ثانية وثمانية من عشرة، هم أمامنا بيقترب. وفيتشافن بيتوقف. أوه فتل كسر رقم القياسي، رقم قياسي جديد 47 و7. سيباستيان فيتل بيسجل لاب ريكورد، انسحاب باتن وبيت ستوب لماكس فيرستابن. سيباستيان فيتل دقيقة 47 7، رائع رائع سيباستيان فيتل، هو وسنغافور. تعديل في الحلبة أو لا تعديل، سيباستيان فيتل آتي ليدمر كل الأرقام عليها. سيباستيان فيتل من أسرع، خسارة اتحرمنا من كواليفاينج لاب من سيباستيان فيتل أمس، لكن استراتيجي لفة في الكيو 3 استراتيجي جيدة لفيتل. حاليا بعيد عن هاملتون 42 ثانية، إذا هاملتون سيتوقف ممكن نشوف معركة بنهاية السباق، ولكن أدفانتج لهاملتون. ممكن اسرع من هاملتون بثانيتين، اسرع من رايكونن بثانيتين ونص، اطارات جديده من روزبرغ ثانيتين ونص، اطارات الترا سوفت جديده وجميع على اطارات سوفت مستعمله. هسه هو بعيد، تو فار، بعيد جدا جدا من هاملتون وكيمي، حتى باللفات الصاروخيه. وهاملتون بيت ستوب، هيدا قلت لك عنه معركته مع فيتل، لكن سيخرج امام فيتل، سيخرج امامه، هيخرج امام فيتل بالضبط. باي اطارات سيعود لويس هاملتون؟ سوبر سوفت، اطارات سوبر سوفت مستعمله للويس هاملتون بيعود عليها عشان يضمن المركز الرابع كده. هي وهذا هو البلان بي، خوفا مش من كيمي، كانوا خايفين من سيباستيان فيتل كما ذكرنا. ليش بوش سيتوقفوا مع رايكونن؟ لا مستحيل، خلاص وسع الفرق وارتاح، ما عارفين ان لويس هاملتون هيعود سريع جدا الان. هاملتون هيكون اصعب كتير من كيمي، حوالي ثانيه ونص ثانيتين. لحظه، عندنا 17 16 لفه لسه، ممكن نشوف توقفات للجميع لانه ما زال عندنا 15 لفه، وكما سمعنا على راديو رايكونن سيتوقف مره اخرى على اطارات السوفت. ليش عم يطلبوا من رايكونن بوش بوش بوش؟ يعني سيتوقف مره اخرى. سوفت عمل 12 لفه خريف، مش معقول. في ضياع كبير اذا بيتوقفوا او بيكملوا السباق حتى النهايه ولا يحسبوها لسه. لا ما وقفش كيمي طبعا، 27 ثانيه فرق ما بينه وبين لويس هاملتون و15 لفه، لا ما يوقفش. في ضياع عند فيراري اذا الاطارات بيقدروا ينهوا السباق او لا، ضياعوا عند فيراري، هل بيقدروا ينهوا السباق على اطارات السوفت او لا؟ اني مش عارفين، لازم يحسبوها، لازم تتحسب اكزاكتلي. هم ممكن احنا نشوفها كده من بره، لكن عايزه حسابات دقيقه. عارفين ان البيت ستوب البيت لين طويل، التوقف هياخد وقت، بنتكلم على 30 ثانيه تقريبا، انما الاطارات اللي زي وبيتوقف كيمي رايكونن بيتوقف. اوف، وعشان يردوا على لويس هاملتون في الحلقه، اضطروا ان هم يقفوا عشان يردوا على لويس هاملتون، لكن كان فرق 27 ثانيه.
هل لويس هاملتون كان رح يربح 27 ثانية بإطارات السوبر سوفت؟ عايزين سوبر فاست بيت ستوب هنا الترا سوفت بيرد بالترا سوفت الآن لكيمي رايكرن أين سيعود خلف ولا أمام لويس هاملتون؟ إطارات الترا سوفت مستعملة على سيارة كيمي شو عمله فريق الفراري؟ هو لويس هاملتون آدي خلفه رح يخرج خلفه خلف واو شو عمل فراري؟ إذا روزبرغ وريكاردو قدروا ينهوا السباق على إطارات السوفت يعني فراري أخطأ وخطأ كبير باستراتيجي ولكن بانتظار روزبرغ وريكاردو هل سيتوقفوا مرة أخرى أو لا؟ غريبة جدا اللي حصل ده إنما هي ألترا سوفت ضد سوبر سوفت إنما كانهم أهدوا يعني أنا أفضل إن كان يكمل الله أعلم هم أدرى طبعا هم حاسبينها إنما كانوا خايفين من سرعة لويس هاملتون بدون شك بالسوبر سوفت هيسجل أزمنة قريبة